في الأيام المقبلة غادي يكون واحد الحدث كيهمنا كاملين كمغاربة، ومع ذلك ما هدرتش عليه الصحافة بزاف. داكشي علاش قررت أننا ندير هاد الفيديو هذا. هاد الحدث هو إطلاق قمر اصطناعي مغربي بتكنولوجيا عالية، وأول حاجة غادي نهضر عليها هي بعدا شنو هو قمر اصطناعي. القمر الاصطناعي هو واحد الآلة كيصيفطها الإنسان في الفضاء وكتبقى تدور حول شي كوكب ولا شي قمر. في الحالة ديال القمر الاصطناعي المغربي فغادي يبقى يدور حول الأرض. الطريقة باش كيبقى القمر الاصطناعي كيدور حول شي كوكب هي غير استعمال ديال قوانين الفيزياء. تخيل معايا ناخدو شي كرة ونديروها في شي مدفع، وهذاك المدفع يلوح الكرة متوازية مع الأرض. في هذه الحالة غادي تبقى الكرة غادية حتى غادي تطيح بسبب الجاذبية. لكن تخيل معايا دابا انه يكون عندنا شي مدفع اللي مجهد بزاف، هذا المدفع هذا غادي يلوح الكرة وغادي تبقى غادية بحال في الحالة الاولى، لكن حيت المدفع لاح بسرعة اللي هي كبيرة بزاف فالكرة غادي تبقى غادية وما غاديش تطيح، بل غادي تضرب دورة على الكرة الأرضية وغادي ترجع من اللور ديال المدفع. هاد الفكره هادي كتبان لينا شويه خياليه حيت في الحياه الدنيا اليوميه ما كنشوفوش شي حوايج غاديه بهاد السرعه هادي، ولكن هي فيزيائيا واقعيه ونيوتن هو اول واحد جاب هاد الفكره هادي. وفي الحاله ديال الاقمار الاصطناعيه فهادشي اللي كيوقع. القمر الاصطناعي كيهز واحد الصاروخ حامل واحد العلو معين وكيلوحو متوازي مع الارض. فهاديك اللحظه الا لاحو بالجهد فالقمر الاصطناعي غادي يهرب من الجاذبيه ديال الارض وغادي يمشي يتلف في الفضاء، والا ما عطاهش سرعه كافيه فالقمر الاصطناعي غادي يهبط وغادي يطيح في الارض. ولكن كاين واحد السرعه محدده اللي الا مشى بها القمر الاصطناعي فغادي يبقى كيدور على الارض بواحد الشكل اهليجي ولا شبه دائري. وفي الحقيقه القضيه معقده اكثر من هذا الشيء، حيت كاين بزاف ديال العوامل واحده اخرى خاص ناخذوها بعين الاعتبار، بحال مثلا الاحتكاك مع جزيئات الهواء والجاذبيه ديال الكواكب الاخرى وديال القمر ديالنا. وهذا الشيء علاش صناعه الاقمار الاصطناعيه خاصها خبره عاليه، وهي كتبقى ديما كتقاد في المسار ديالها وهي كدور. عموما الاقمار الاصطناعيه كتكون بين واحد العلو ديال بضعه مئات كيلومترات فيما يسمى بالمدارات الارضيه المنخفضه لو ايرث اوربيتس، شكرا جوجل ترادكسيون. العفو عثمان. حتى عشرات الالاف ديال الكيلومترات فيما يسمى المدارات الارضيه المرتفعه هاي ايرث اوربيتس. في الحاله ديال القمر الاصطناعي المغربي فغادي يكون على علو 700 كيلومتر اي مدار ارضي منخفض، وباستعمال شويه ديال قوانين الفيزياء والرياضيات فيمكن لنا نحسبوا السرعه ديالو اللي غادي تكون هي 27,010.8 كيلومتر في الساعه. 27,000 كيلومتر في الساعه. هاد السرعه الهائله هذه كتخلي انه كيضرب دوره على الكره الارضيه كامله في بضع ساعات، وهاد السرعه هذه تقريبا نفس السرعه ديال المحطه الفضائيه الدوليه اللي كدور فوق الارض ب 400 كيلومتر. وهنا بغيت نشير لواحد الحاجه، هي انه بخلاف المحطه الفضائيه الدوليه اللي فيها علماء كيطلعوا ليها وكيهبطوا منها، فالاقمار الاصطناعيه ما تيكون فيها حتى واحد. وهنا كنوصلوا للسؤال المهم الثاني، علاش غادي يصلح هاد الاقمار الاصطناعي؟ والجواب هو تبدقيك. الاقمار الاصطناعيه المغربيه غادي تعطينا صور عاليه الدقه، الدقه ديالها غتوصل حتى ل 70 سنتيمتر، اي انه يمكن تفارق ما بين جوج حوايج بعاد ب 70 سنتيمتر. باش نعطيكم مثال، هادو الصور كتراوح الدقه ديالهم ما بين 50 سنتيمتر حتى ل 100. غالبا الصور ديال الاقمار الاصطناعيه المغربيه غادي تكون بدقه تقريبا بحال هذه. ما عرفتش واش لاحظتوا، ولكن في الجواب اللي قبل كنت كنقول اقمار اصطناعيه مغربيه وماشي قمر اصطناعي مغربي. السبب هو انه في الحقيقه كاينين جوج ديال الاقمار الصناعيه المغربيه، واحد غادي يتصيفط قريبا جدا في 8 نوفمبر 2017، وواحد غادي يتصيفط في 2018. الهدف من هاد جوج ديال الاقمار الصناعيه هو انه بجوجهم كياخذوا صور ديال شي مكان، وبهاد جوج صور كيمكن لنا نصاوبوا صور ثلاثيه الابعاد ديال البلاصه اللي بغينا نشوف، وهادشي كامل في ظرف اقل من يوم. الغايه من هاد الصور هي جد متعدده، كاين مثلا استعمالات عسكريه بين قوسين بحال مراقبه الحدود ولا نشوف واش كاين شي عدو باغي يهجم على المغرب، وكاين استعمالات مدنيه بين قوسين بحال مراقبه المناخ، الا كانت شي كارثه طبيعيه بحال شي حريق ولا شي زلزال يمكن نشوفوا الاضرار الفضاء مباشره، ناخذوا صور من السماء ديال المناطق اللي باغيين نبنيو فيها شي سكك حديديه ولا هذا الى اخره. هاد الاقمار الصناعيه هادي شاهم المغرب من جوج ديال الشركات اللي هما ايربوس ديفنس اند سبيس، واللي هي جزء من الشركه المعروفه ديال الطائرات ايربوس، وتاليس الينا سبيس واللي هي شركه مختصه في المعدات الفضائيه والاقمار الصناعيه. كما شرط له سابقا، الاطلاق ديال القمر الصناعي المغربي غادي يكون نهار 8 نوفمبر مع جوج قل ثلث تقريبا. والشيء الجميل هو انه هذا الاطلاق غادي يمكن تتبعوه في لايف مباشره في يوتيوب اللي غادي نخلي لكم الفيديو ديالو في علبه الوصف. ايضا الاطلاق غادي يكون في لاكويان واللي هي منطقه فرنسيه في جنوب امريكا، وغادي يكون على مثل واحد الصاروخ حامل سميتو فيغا. كاين واحد السبب فيزيائي علاش الاقمار الصناعيه عموما كتلاح من البلايص اللي هي في خط الاستواء.
باش ما نطولش عليكم بزاف في هذا الفيديو هذا، ما غاديش نهضر على هذا السبب هذا، ولكن الا بغيتو تعرفوا ندير فيديو واحد اخر كنشرح فيه هذه القضيه هذه خليوها لي في لي كومونتير. شيء اخر هو ان الاقمار الاصطناعيه المغربيه غادي يتم التحكم فيها مباشره من المغرب في واحد المقاطع في الضيبات، وبالنسبه ليا شي حاجه زوينه بزاف ان المغرب تكون عنده واحد التكنولوجيا عاليه بحال هذه وتكون عنده الخبره الكافيه باش انه يتحكم بها مباشره. ويمكن باش نسالي الحلم ديالي واللي هو في الحقيقه ماشي حلم قد يكون واقع، هو انه في المستقبل تولي عندنا شركات وعلماء باش اننا حتى حنا نولي كنصاوبوا اقمار اصطناعيه ديالنا بوحدنا بلا ما نحتاجوا اننا نمشيو نشريوها من بلدان واحد اخر. وكنظن بانه درت دوره كامله على هذا الموضوع هذا، اذا كان عندكم شي معلومات واحد اخرى خليوها في لي كومونتير. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تشاركوا مع اصحابكم ومع المواقع الاخباريه لعل وعسى يهضروا عليها الناس اكثر. وهذا الشيء ما كان، نتلاقاو في فيديو جديد، شكرا وتهلا. لا اخر حاجه ما تنساوش تشبكوا على الجرس باش يوصلكم فيديو جديد، شكرا وتهلا. بحسب حلي حمى من حسن.